السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا احنا نعرف انه ما تحتاج الى انه انت تعرف اسماء كل البوست فيكس بروسيس وتحفظها عن ظهر قلب. هذا الشيء ما راح يجيك بالامتحان اسئله عنه، يعني ما راح يقول لك انه لن يسالك كل انواع البروسيس. هذا بس مجرد انه انت تخلي في بالك اطلاع انه انت تعرف كل اوبشن ووظيفته الخاصه بي. طبعا الكونفيجريشن راح يكون وين؟ كونفيجريشن فايل راح يكون في مسار لو نجي نعمل كات etc post fix master dot cf اللي هو اختصار للconfiguration. هذا حيطلع لي ال oops عندي خطأ. ليش خطأ طلع عندي؟ لانه انا دامج الكات مع السلاش، لازم اضع بيناتهم space. تمام، هذا هو الconfiguration. طبعا ممكن انه انت تعمل هيد اول 20 لاين كانه تكتب هنا كلير وترجع للكوماند تجي تستطيع بدل الكات تستخدم هيد ماينس ان وتعطي ل 20 بيطلع لك بهذا الكونفيجريشن المرتب. طيب بالنسبه للكونفيجريشن بوست فيكس باراميتر، حتى تعمل كونفيجريشن للبوست ميل سيرفر تحتاج انه انت تغير بعض البارامترز وليس كل البوست بوست فيكس بارامترز، وهذا احنا عرفنا انه راح يكون في المسار الاساسي اللي هو الاي تي سي بوست فيكس لكن ليس ماستر وانما مين سي اف. خلينا نشوف مين سي اف. هذا هو الماستر، هنا لو كتبنا main cf هذا هو الconfiguration. طبعا main cf ممكن ايضا تعمل معها cat، هذا الconfiguration اللي تحتاج تغير بها اذا حبيت انه انت تعمل اعدادات لها. طيب التحدي بالكامل في هذا الفايل، الفايل هذا يحتوي على انواع من الباراميترز اللي يسمح لك انه انت تعمل configuration للبوست post fix لي حالات مختلفة من الاستخدام. البوست فيكس باراميتر ممكن عمل كونفيجريشن لها عن طريق البوست كونفيج كوماند. بوست كونف هذا كوماند. ممكن ايضا انه انت تستخدم النوع الاخر بانه انت تذهب للاي تي سي بوست فيكس سلاش مين دوت سي اف، يعني في عندك طريقتين. بالنسبة لنا احنا ممكن نتعامل مع من؟ مع الباراميترز المهمة اللي تسمح لك في كيفية تعديل على الكونفيجريشن للبوست فيكس للريلي ميل. عفوا. طبعا لما تيجي تشتغل انت مع البوست فيكس باراميتر مهم جدا انه انت تستخدم البوست كونف كوماند مثل ما نلاحظ الان. نفس الوقت الاي تي سي البوست فيكس main.cf يحتوي ايضا على مجموعة lines كثيرة، بالتالي ممكن انه انت من السهولة تنظر للparameters باستخدام الكوماند البوست conf حتى تتجنب اي مشاكل قد تحدث معك لما تعدل على الconfiguration. ممكن تستخدم البوست conf command بدون اي option. اوكي انتر، لاحظ بيظهر لك الparameters. ممكن استخدامها بدون اي اوبشنز. اللي بيشوفك لسته، هذه اللسته هي كل ال خلينا نقول السيتنجز الفعاله اللي بتحتوي على الديفولت سيتنجز اللي هي ما تكون خلينا نقول ما تكون مرئيه، لن تكون مرئيه في المين سي اف. ممكن ايضا تستخدم معها جريب اللي هو جي ار اي بي حتى تستطيع انه انت تجد ارجيومنت معين اللي انت تريد تبحث عنه وتعمل له تغيير. اذا كان عندك انت البوست كونفيج كوماند هذا ممكن انه يتبعها اسم معين لباراميتر، يعني ممكن انت تستخدم باراميتر ايضا مع الكوماند بوست كونف، مش شرط انه انت تستخدمها وحده. وايضا ممكن انه انت تغير البوست كونف باراميترز باستخدام الاوبشن ماينس اي. بعد ذلك بيجي عندك الباراميترز اللي بتحتاج انت تغيير القيمة مالتها. يعني على سبيل المثال اذا حبينا انه احنا نستخدم البوست كونف كوماند كيف راح نستخدمه؟ بوست كونف، لاحظ راح اجي اقول ماينس اي بمعنى انه انا راح اعمل تعديل، تعديل لي مثلا النت، راح اجي اقول بروتوكول
protocols يساوي IP version 4 تمام؟ هذا رح يجي يعمل الـ Init Protocols Parameters ويقوم بجعلها IP version 4. طبعا كون انه احنا لسنا في الروت فبهالحالة لن يسمح لنا بعملية التعديلات. أضف إلى ذلك أنه أنت أيضا ممكن تستخدم البوستكونف وتشوف الباراميترز اللي موجودة في داخلها، يعني أنه تكتب مثلا أنت بتكتب postconf يطلع لك كل الأشياء صح، بس ممكن أيضا تستخدم معها مثلا pipe وتحدد تقول مثلا أعطيني head لعشرين تمام، بيطلع لك 20 line فقط بيحدد لك إياه. طيب ما هي الباراميترز؟ طبعا انت في عندك كثير من باراميترز للبوست فيكس كونفيجريشن، لكن بالواقع في عدد قليل من هذه تحتاج انه انت تعمل لها سيتينج، اللي تحتاج مثلا تعمل فورورد للميل وتعمل سنترال للميل سيرفر، بس مفروض من عندك انه انت تتأكد الاشياء اللي تطلب من عندك، يعني الامثلة اللي حناخذها هي فقط الامثلة المطلوبة عندك في الامتحان. من هالبارامترات المهمة بالبوست فيكس باراميترز في عندك بارامتر اسمه النت انترفيسز. انا نشوف اذا هنا كان يظهرنا النت انترفيسز فور اكزامبل. لاحظ هذا كل البارامترز، هذا الاس، لاحظ هذا الار، هذا البي، هذا الام، ال اي، لاحظ النت interfaces. interface او interface على interfaces او interface اوكي، هي انه بيقول لك البوست فيكس سيرفر المن حيعطي الخدمه. ده نلاحظ انه حيعطي الخدمه لللوكال هوست باي ديفولت، بيعطيها لللوكال هوست او بيعطيها لللوب باك فقط. مفروض من عندنا انه احنا نعمل له all مثل حالة الأسفل، مفروض هنا أنا بدل local host نعطي له all حتى يسمح أنه تستخدم البوستفيكس ويعمل listening انصات على التنصت على جميع network interfaces. في عندنا أيضا my origin، إذا أجينا على m my origin، my origin بيسمح لك أنه أنت تعيد كتابة البوست ايميل اللي بيجي لك من دومين محدد، بدلا من كتابة مثلا دولار ماي هوست هوم في مثالنا اوكي. ممكن تحدد فقط من دومين معين يجيك الايميل، غالبا ما تكون هذا يقومون باستخدام strip off للهوست نيم المن من من عناوين الايميلات المرسلة. طبعا في عندك ايضا باراميتر اخر اللي هو ريلي هوست بي كيو ار ريلي تي ريلي هوست، اتصور اسمه ريلي هوست دي ريلي هوست. طيب ريلي هوست بتحدد بيها من هو السنترال ميل سنترال ميل سيرفر اللي يعمل لك فورورد للمسجات. وفي عندك ايضا اذا اجينا على الام في عندك my destination، لاحظ my destination هي الاسماء الدومينات اللي راح يتم استخدامها عن طريق هذا السيرفر. الميل ادريسز لمين؟ للدومين، ما راح يكون موجود من ضمن الليستة للماي ادريس اوكي. يعني انت عندك الميل المعنونة للدومين لن تكون من ضمن القائمة الماي ديستنيشن، يعني حيعمل له ريجكت. في عندك ايضا اللوكال، عندنا اللوكال تي الترانسبورت اوكي. ترانسبورت هذا بيحدد لك اذا كان يتقوم باستخدام اللوكال ميل ديليفري على السيرفرز، ما تحتاج انه انت تعمل هاندل للميل لاستقبال الميل، هذا مفروض انه احنا نعملها في حالة اذا كان عندك ايرور، مفروض انت تعمل اللوكال ديليفري ديزيبل. طيب في عندنا ايضا الانت، راح نشوف كيف نغير بالكونفيجريشن طبعا، بس راح اعطيك مجموعه باراميترز هي الوحيد يعني هي الاكثر اهميه.
عندنا init protocols، لاحظ اللي هو تحت الانترفيس. الانت بروتوكولز بيحدد لك اي بروتوكول راح يتم استخدامها حتى يقدم لك هذه الخدمات. كديفولت احنا بنشوف all، تمام، لكن في بعض النسخ مثلا اذا كنت انا بستخدم السنتوس اخر اصداره 7.1 اوكي، فاذا انت كنت تستخدم القديم ممكن انه يكون كديفولت على اي بي فيرجن 6 اوكي، فممكن انت تغيرها تعملها IP version 4 او ممكن تعملها all، بس انت اذا بدك تستخدم IP version 4 يعني اذا انت بتعرف انه شركتك ما عم تستخدم IP version 6 فيك انك تغير ال IP version 4. في عندك ايضا الماي نتورك في الحرف ال L، اوكي ماي نتوركس. ماي نتوركس فكرتها هي قائمة النتوركس المسموح فيها انه تستخدم او تسمح فيها انه تكون ريلاي للميل سيرفر. اول شيء تخليه في بالك الباراميتر اللي احنا قلنا عليها الانت انترفيسز كديفولت هي موجودة على اللوب باك او على اللوكال هوست، ما عندك اي مشكله. اذا كان عندك الميل سيرفر بيرسل اوت جوينج ميل فقط اللي هو مبدئيا راح يكون احنا بحالتنا البوست فيكس حيكون شغال على الجهاز مع نول كلاينت رول. اذا حبيت انت تعمل كونفيجريشن للسيرفر اللي عندك انه يكون ايميل بيستقبل، محتاج انت تحدد الاي بي ادريس او عناوين الاي بي للبوست فيكس التابع لك اللي راح يعمل بروسيس ويعمل تنصت لسنينج عليها. كان يكون مثلا انت عندك ال انت انترفيسز اللي كانت في الحرف الاي this one مثلا يكون لوكال هوست فارزه وتكتب الاي بي اخر في حال اذا انت حبيت هذا السيرفر يستقبل رسائل، لكن ما عندك مشكل لو كان هيدا السيرفر بيبعث المسجز يعني بيكون اوت جوينج ميل عادي جدا ما عندك مشكل. في عندك ايضا الباراميتر ماي اوريجن، هذا الباراميتر يتم استخدامه حتى انت تعيد كتابه الاوريجن للمسج، يعني مثلا اذا انت عندك اليوزر محمد على السيرفر 1.example.com بيبعث مسج كديفولت سيتينج هذا المسج راح يظهر او راح يكون خلينا نقول يظهر كانه اجى من محمد @server1.example.com. ف خلينا نقول الكومن انه انت تجي تشيل الهوست بارت من خلينا نقول الايميل المستقبل انت اللي حتستقبله، بتشيل البارت اللي يخص بالايميل اللي انت حتستقبله، فبهالحاله انت راح يكون عندك المسج بيجي من من راح يكون بيجي من محمد @example.com. يعني انت احنا قلنا انه الايميل حيكون محمد @server1.example.com، لكن بالايميل الشائع الامر الشائع انه بيشيل عندك بيحذف عندك الجزء الاولاني اللي خاص بالهوست، فراش راح يكون محمد @example.com. يعني انا هلا ايميلي انا عندي www.mohammedisa.com صح، انا هلا عامل ايميل اسمه محمد@mohammedisa.com، لا يحتاج ان يكون محمد @www.mohammedisa.com. عرفت كيف؟ يعني انه هيدا الهوست حينحذف، سيتم حذفه، حيكون محمد @mohammedisa.com بهيدا الشكل. فعندك انت بالايميل اللي حتستقبله ما عندك مشكله انه انت اذا ذكرت السيرفر مسج وهي كانت بالاصل تم ارسالها. انت في عندك variables في الماي اوريجن باراميتر كديفولت هي كانت على من على الدولار ماي هوست نيم، ففيك انه انت تغيره
على دولار ماي دومين. فبالحالة حيكون ال part هذا بيشوفك فقط المسج هيدر. يعني انت هنا انت عندك الماي. احنا قديش الوقت؟ طيب خلي اقول الماين حتى بعدين اوقف. ماي اوريجن اوكي دولار ماي هوست نيم. هنا اذا كان هذا موجود حيكون ايميلك، حيكون ايميلك. مثلا انا الان شنو عندي؟ عندي مثلا الهوست اللي عندي سيرفر، خلينا نمثل هنا انا عندي الهوست عبارة عن سيرفر 1.example.com. اذا هذا ظل هون اللي هو my host name، بمعنى انه انا ايميلي حيكون mohammed.server1.example.com. عرفت كيف؟ هذا هو الايميل اللي راح يكون عندي. بينما لو انا عملت دولار my domain هيك حالة حيكون الايميل بهذا الشكل محمد.example اوكي اور عفوا محمد@example محمد@server1 اوكي. هذا في حالة اذا انا لم اغير في my host name، لانه حيستخدم كل الهوست نيم. لكن اذا انا غيرت اللي my domain حيكون محمد@example.com. خلونا نوقف هنا بما انه احنا تجاوزنا اكثر من 10 دقائق ونكمل الدرس القادم. مع السلامة.